فرحه مستمره هنا في مقر بعثه النادي الاهلي عقب انتهاء هذه المباراه. علشان كده معايا في هذه اللحظات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد الف مبروك. الحمد لله، الله يبارك فيك يا امير. الحمد لله الحمد لله. يعني مباراه كانت صعبه جدا، فريق الدحيل في الحقيقه فريق محترم، لكن الاهلي في الاخر حقق هدفه، وانا كان عاجبني جدا وكان الناس كلها في الحقيقه متابعه تركيز النادي الاهلي على المباراه دي بس يا كابتن سيد، ودي كانت تعليمات واضحه جدا من الجهاز الفني. بالتاكيد يعني انت بتلعب فريق الدحيل، يعني فرقه عندها مقاومات كويسه كلاعيبه وافراد وعناصر يعني، وعندهم ناس اسعارهم يعني انت بتتكلم على خط امامي تقريبا لو حسبت كله على بعضه كده ممكن يخش له في 25 مليون دولار، ده الخط الامامي بس الرباعي الامامي يعني. فاكيد عندهم امكانيات وقدرات كويسه. الطبيعي في الحياه عامه ان انت تبقى واقعي في المرحله اللي انت بتعيشها، يعني مش ممكن تفكر في رقم اثنين وانت لسه ما عدتش على رقم واحد. رقم واحد بالنسبه لنا كان الدحيل، عملنا شوط اول بشكل رائع جدا جدا، وضع طبيعي جدا في الشوط الثاني ان يبقى فيه يعني نوع من المحاولات لدرجه التعادل من ناحيه الدحيل، وممكن عن طريق العنصر الهجومي عندنا ان احنا نجيب جول او اثنين في الشوط الثاني. الحمد لله على كل شيء، يعني المباراه كانت في منتهى الاهميه في بطوله هي بالتاكيد هي الاهم والاقوى في على مستوى الانديه في العالم. يعني دايما لما بيبقى فيه اصابات ولا حاجه الجهاز الطبي بيبقى عليه ضغط او كلام كتير، يعني انا بشكرهم، بشكر الدكتور احمد ابو عبله، بشكر الدكتور محمد وفائي، بشكر دكتور عبد المجيد، بشكر دكتور بدوي، يعني عاملين شغل رائع جدا. يمكن امبارح مثلا واول امبارح مع بدري بنون لحد وقت متاخر جدا جدا من الليل يعني بيشتغلوا معاه، والنهارده قدم مباراه كويسه. محمد هاني نفس الكلام، حسين الشحات نفس الكلام. طبعا كنا نامل ونتمنى ان وليدي كان يبقى يلحق يعني، لكن الحمد لله ده هي دي الكوره. يعني احنا دايما بنشتغل كمجموعه، يعني اتكلمنا كتير جدا في حته ان انت هتقابل صعوبات في المراحل كلها المختلفه، لكن هتروح لبطوله كل عايز يشارك فيها وكل عايز يبقى متواجد فيها. ما كناش عايزين نفكر فيها كتير قوي 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 وفي اثناء الدوري عشان لا قدر الله ما يبقاش فيه فقدان للنقاط ياثر عليك مستقبلا، لكن جينا هنا واحنا عارفين ان احنا عايزين ايه وهنمر بايه وهنقابل مين. يعني جينا حضرنا كويس، عملنا معسكر قبل ما نيجي هنا كمان الدوحه، وبعد كده جينا بطيارتنا حضرنا اربع خمس ايام قبل اللقاء او ست ايام، يعني وصلنا هنا يوم الجمعه. يعني زي ما انت شايف يعني الامر مقفول عليك تماما، ما فيش حد لا بيدخل ولا بيخرج يعني عشان الاجراءات الاحترازيه. اتمنى يا رب ان شاء الله نكون موفقين، عارفين كمان ان احنا هنقابل مين ومين مستنينا يوم الاثنين اللي جاي. يعني النهارده اثناء المباراه حصل بعض المشادات مع الجهاز الفني للدحيل، ايه التفاصيل؟ ايه اللي حصل؟ لا خالص، يعني الموضوع كان يعني مش ما فيهوش حتى نرفزه ملعب، يعني هو باختصار يعني كان شبه حته فيها توتر سنه طبعا مع اقتراب المباراه من نهايتها. هم عايزين يعني يمتد اللقاء، واحنا كمان يعني عندنا توجيهات ان احنا نحافظ على الكره ونطلع ككتله واحده يعني. فالامر كان في نوع من الـ مش عايز اقول التوتر حتى نقاش لكده يعني، لكن يعني كانت حاجه خفيفه جدا وانتهت. يعني النهارده يفرحوا وحقهم يفرحوا، وانا سعيد جدا 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 حتى واحنا بنتكلم مع العنصر القطري اللي موجود هنا وهم بيكلموك، يعني فبيقول لك يعني احنا الكورنيش كله جماهير الاهلي موجوده دلوقتي، فانت قد ايه بتبقى سعيد وفرحان. فرحان جدا بتواجد الجماهير النهارده، فرحان اكتر ان احنا قدرنا ان احنا نسعدهم ونبسطهم ونفرحهم في ليله اكيد هم مستنيينها، فرحان بتواجدهم ومؤازرتهم وتشجيعهم يعني. طبعا طبعا يعني ففي حاجات يعني الصعود والنتيجه كويسه، لكن في حاجات كمان ليها معاني كتير قوي الحمد لله اتحققت. يعني خلينا نفرح النهارده ونبقى مبسوطين النهارده، وبكره بالتاكيد هيبقى في تحضير ودوافع موجوده. يعني احنا هنلاعب فرقه هي الاقوى على مستوى العالم، يعني عارفين كده كويس، فرقه ما بتهزرش يعني عندها تفكير احترافي بحت يعني، لكن كمان احنا لازم نخش باسمنا ومكانتنا ونبقى عندنا ثقه في امكانياتنا وفي قدراتنا وفي اسمنا. ان شاء الله الرحمن نعمل ماتش كويس ان شاء الله. يمكن من الصدف بالنسبه لي انا شخصيا، اخر مره جيت الدوحه هنا كانت في 2011 كان بايرن ميونخ برضه، سبحان الله يعني خسرنا 2-1، خسرنا في اخر خمس دقائق يعني، كانت دي اخر مره جيت فيها الدوحه كانت مع بايرن ميونخ. النهارده بقابل بايرن ميونخ لاول مره على مستوى فريق مصري يلعب في بطوله رسميه،
يعني ممكن تكون عملت مباراة دولية ودية، عملت مباراة عالمية ودية، عملنا مباراة كبيرة جدا على المستوى التحضير والتواجد، يعني رحنا دورات ممكن تكون ودية ولعبنا مباراة مع فرق زي برشلونة وكذا، لكن أول مرة على المستوى الرسمي تلعب مباراة بحجم ده في ومش في بداية الطريق حتى، ده انت بتكلم في السيمي فاينال يعني. ان شاء الله الرحمن نكون عند حسن الظن باذن الله، نقدم مباراه كويسه، نرفع اي ضغوط على اللعيبه، انت هتقدم مباراه كويسه، خليك واثق في نفسك، احنا قبل اي حاجه احنا واثقين فيكم جدا، ولا ما كنتش هتلعب في النادي الاهلي، زي ما احنا واثقين فيكم انتوا كمان لازم تكونوا واثقين في نفسكم ان انتوا هتقدموا مباراه كويسه، هتلعب بشكل كويس، هتلعب بشكل احترافي وجدي ورجولي، والنتيجه بتاعت المولى عز وجل.